فيلم نورة حقيقة تواجده في مهرجان كان شيء مشرف. فتحت الباب وإحنا داخلين وراكم. شكرا على التغطية الجميلة أمس، يعني سعيد بتواجد بالحضور السعودي اليوم في مهرجان كان، سواء بفيلم نورة أو تواجدنا إحنا في الافتتاح. حقيقة تمثيل إن شاء الله بإذن الله يكون مشرف للمملكة العربية السعودية. ما بتنزل من الفندق امبارح كده ولابس التوكسيد ومشيك ورايح تروح مهرجانات كتير، بس I think كان طبعا مختلف، حدث عالمي يعني يؤرخ صراحة. إن شاء الله بإذن الله تواجدنا ما يكون بس تواجد شرفي، لا، إن شاء الله بإذن الله في المستقبل يكون في أفلام سعودية فعليا، ونبغى نكون واحدة من هذه الأفلام إن شاء الله. فيلم نورة يصنع تاريخ مش بس لصناعه، للسينما السعودية كلها. شارك في مسابقة نظرة ما في المسابقة، شايف الموضوع إزاي وشايفه بيفتح أبواب وفرص كمان. أنت قلتها، يعني بيفتح أبواب. اليوم إذا وصل نورة معناه كل اللي وراه ممكن يجي، الباب مفتوح الآن. يعني تجربة مشرفة في حدث عالمي زي مهرجان كان، بيفتح أبوابه للصناع السعوديين اللي متواجدين اليوم في الجناح السعودي، هؤلاء يعني قليل من اللي موجودين في المملكة العربية السعودية، وحقيقة المبدعين كثار، وتواجد فيلم نورة اليوم خلاص أثبت أنه الحماس يستاهل، الشغف هذا ممكن يوصل الواحد به، فهمت علي؟ فيعني اليوم نورة فتح الباب. أنت عندك فيلم كمان كلمنا عنه. طبعا في فيلم عندي نازل في السينمات الآن، إلى الآن متواجد في الفنان الاتحاد، كنت يعني شبه ضيف شرف فيه بشخصية رئيسية في أكت 3. تجربة جميلة جدا، الاتحاد يعني فريق عريق يستاهل أن واحد يحكي قصة تاريخه. عندي فيلم السنيور، هذا فيلم اللي اشتغلت عليه السنة هذه كلها. فيلم السنيور من إنتاج موفي ستوديوز Purple Carpet و AKP، إخراج أيمن خوجة صديقي. فيلم يحكي عن قصة سعودي يعني يتحول إلى شخصية إيطالية، يعني it's a comedy, it's a dark comedy. بيومي فؤاد متواجد في الفيلم، إضافة جميلة، عدد من الشبان السعوديين والشابات السعوديات. أتوقع الفيلم إن شاء الله بإذن الله يكون في السينمات في أوغست. ختاما لو عايزك توجه رسالة دعم لصناع فيلم نورة تقول لهم إيه؟ فيلم نورة حقيقة تواجده في مهرجان كان شيء مشرف. تحياتي للمخرج الأستاذ توفيق الزايدي، الأستاذ عبدالله السدحان، يعقوب الصديق العزيز يعقوب الفرحان، وماريا، كل التوفيق لكم إن شاء الله. فتحت الباب وإحنا داخلين وراكم.